السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فعلنا خاصية الكسوف المتوج وحننافس بلبل التكوين الملكي والانفجار المتوج ضد كل بلابل التربو اللي من زمان مر عنهم يا جماعة. هذول بلابل التربو على يمين ويسار الحلبة. وهذه الخاصية يا جماعة باختصار وهي انه التكوين الملكي والانفجار المتوج لما يتفاعل عنده القاعدة الالكترونية في جزء من النزال لازم بلبل يكون في منتصف الحلبة. اوكي خلينا نضبط كم فوكس بس. وبعد ما يتفاعل القاعدة الالكترونية لازم يصقع في احد اطراف الحلبة ويرتدع البلبل ويحطم او يدمر هذا البلبل. هذه الخاصية باختصار حنحاول نسويها في مقطع اليوم وباذن الله حنقدر نفعلها ونسويها ونستكشفها مع بعض. وبرضه يعني المقطع يعتبر يعني اختبار للانفجار المتوج بلابل التربو. وعلى فكرة ترى الانفجار المتوج الالكتروني البلبل الخارق هذا هو يعتبر ثاني بلبل الكتروني في كل باتل بيرس موجود في متجرنا سويت تويز. وبرضه ممكن بعضكم يسأل ليش هو اول بلبل الكتروني. البلبل الاول اللي كانت تنين القائد بلبل دريد واللي على فكرة الخاصية هذه ظهرت على تنين القائد اللي قاعد نسويها في مقطع اليوم. المهم تنين القائد الانفجار المتوج جميع بلابل باتل من جميع الاجزاء حتى بلابل الجزء السابع حتى كل بلابل يا جماعة حتى اكسسوارات اللعبة حتكون موجودة في سويت تويز. سويت تويز ومتجر موسم بلير رابط المتجر حيكون تحت في صندوق الوصف فأول تاريخ مثبت. بس حاب اقول لكم يا جماعه ان المتجر وصل لجميع دول العالم وزي ما قلت لكم كل المنتجات حتكون موجوده بس ترى في كثير منتجات بدات تخلص لانه حاليا في عروض يوم التاسيس. هاي حق على هاي العروض تخلص ترى بعد فتره مره بسيطه حتخلص. انزال اول الانفجار والشجاع النفاذ. يا جماعه القاعده فعلت بس ما ضرب في طرف الحلبه. هو كذا يعني بطريقه خرافيه صراحه في الانمي صارت كمان. نضرب طرف الحلبه بعدين تدعي البلبل ويحطم بلبل. اتوقع يمكن اكثر بلبل حتضبط معاه هو الخفاش المحطم فخلي جول بعض الخفاش المحطم. فهي اول شيء احنا من الانفجار المتوج خفاش خفاش يلا قاعدة حتحطم الخفاش قاعدة اشبك او ماي جاد البيبس. اوكي تخفيض يا جماعة ضبط معها شوية بس انه ما صقع في طرف الحلبة بس القاعدة فعلت وحطمت البلبل. ودحين الخيل الاخير النسخة الخاصة حتى يا جماعة القاعدة ما هي مطورة ترى القاعدة دي او ماي جاد خبر خبر حلوة. القاعدة خلينا اوريكم هي القاعدة العادية هذه اللي ظهر فيها الاخير يعني اول شكل او اول تطور بعدين تطور صارت قاعدة صفر فالحين احنا نلعبها بقاعدة صفر. فالحين الاخير القاعدة المطورة الهجومية. الله خاص مع الرحمن الله خاص مع الرحمن كيف كذا حاول ثانية هذا خير الأخير واحد الانفجار متوج يعتبر شيء أسطوري. والحين حارس المجرة المفروض التصق كذا التصق الحين أخذ له ضربة والتصق تبع ليك تحطم يا جماعة انفجار متوج يلا. على فكرة هاي نسخة تكابتوني صح هاي نسخة تكابتوني هاي نسخة هاسبرو نسخة هاسبرو جاية بديسك مختلف. والحين بنسخة هاسبرو حلو ترى ضبطت قبل شويه بان البلبل منيع يعني فعلت القاعده يا جماعه المقصد انه تفعل القاعده زي كذا زي كذا تفعل ثلاثة ضربه وتحطها بلبل ايه الان ما نحطها مول اي بلبل. هذا اخر كليك هذا اخر كليك لا تعزبط الموضوعيه. فالحين حنرجع نسخه تكابل تومي لان احنا نشوف ان الامل في هذا البلبل امل نعيد الامل يا امل وقف فعل القاعدة يلا قاعدة قاعدة فعل اوكي لا ما ضبط نسخة هاسبرو. ودحين مع بلبل فارس الرياح هو اصعب بلبل على فكرة هذا اصعب بلبل في كل بيبتل ولا ما بنحطهم في قناتنا على فكرة يعني ممكن ما قاعد تحطهم كل او مع كل اليوتيوبر لانه من جد بلبل مغلق وجبار يعني يمكن يخسر بقوة الدوران بس مستحيل تحطهم حتى من قوة الضربات اللي قبل شوية ولا كليك عنده مبغطاء حموات حلو نزال نعيده. يلا جماعة أولى ثانية قاعدة قاعدة انتظر انك تفعلي يا قاعدة ايش القاعدة ما تفعل متأكد انك تشغلها ايه اصبر الحين والله شغالة يا جماعة شوف قاعد يلا يلا قاعدة اشتغلت ترى اشتغلت ايوه او ماي جاد لو تحطم اخي لك كليك
على اخر كليك شوف 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 ايش اللي صاده يعني بنفس تلو شايفين. فلو البلاس ما كان مفكوك كان يوقع في في امل زين في امل نحطه الاخير نسيب فحلنا وري على الاخير. قاعده هش اشتغلت انا شوف قبل شيء ضرب في جدار ترى اشوف لون اخضر اقوم اعرف ان هي اشتغلت. فاز فاز تكوين اخير اخير او اسرع اخير اسرع اخير اسرع اخير ضبطناها ولا لا؟ انا اشوف ان ضبطناها يا جماعه صراحه. نلمسوها عشان راح نعيد النزال يلا انزل. اوكي انا اشوف انت قبل شيء لما مع اسرع خيل ضبطناها مع السيف مع السيف لما كذا يدور لما كذا يدور يعني فعلا قاعده هو مايل فيصير غير متوازن. سيد ابو هاب ايش بالقاعده تبي مفعل يا جماعه بس كذا ما ادري ايش هذا ايش فيه اتجاه نحو الطريق من حجر غريب طبعا الجوال شوي ايش هذا خسر نفسه بنفسه هو محطوطين على ال اللي ساب انت غيرت النمط ليش صحيح غيرت النمط طبعا عشان كذا خسر ودحين معاه اخر ثلاثه بلابل الكلب وهرقل وبلبل اخر شهاب اول شيء نبدا بالامير لوفي ما ادري ايش سميناه احنا ايش اسمه هو اصلا طيب اسمك مو غريب توقع قاعد دورانا غريب حيفوز بفوز الدوران حيفوز الانفجار متوج يفوز الدوران ايش الدوران يا جماعة دوران قاعد غريب مرة فاز الاميرة دوفي هذا مش اسمه الكلب هبط ايش هو هذا كذا مو قوي خلاص مو هذا يركب يا جماعه الجارح يسبب جوارح خير يفوز ايش مو بعين كسبع فجاه هو انزل ما يبغى يحتك يبغى ينزل في الاخير ما يبغى يحتك بالطبقه اللي اسفل منه كثير كثير فاز 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 والله انه فاز والله فاز والله انه اسطوره طيب بنجرب هذا البلبل سيد اسمه اني ابغى فهد انا اقول منجرب منجرب تبغى تكسر اوبا تعال نشوف بعد اخر جوله يا جماعه يا جماعة ايش الدوران الغريب هذا من هو قاعد يسويه في الأخير حيخسر هو كذا قاعد يميل على تحت زي كذا فاز المرة هذه فبس هذا كل عندنا لا تنسوا لايك وشير وتفعيل التنبيهات أنا أشوف إن احنا قدرنا نظبط ايش اسمها النظرية في نزال اللي كان ضد أسرع أخير اللي هي هي الكسوف المتوج الكسوف المتوج ترى على فكرة هذه فكرة عبد الرحمن المقطع كان فكرة عبد الرحمن حتى الصورة هو جاء فكرة الصورة قال يلا نسوي فكرة المقطع فعشان كذا نزلناه يعني فايش رايكم فيها اكتبوا لنا تحت في الكومنتات واذا عندكم افكار اكتبوها تحت برضه في الكومنتات بعد المقطع حكتب محتوى محتوى منتدى اني اطلب منكم افكار وكذا فوصلنا للختام ومع السلامه